Okay. Hello. Hello, grade 5. How are you today? إن شاء الله هنعمل ريفيجن إن شاء الله على يونت 1. في يونت 1 إن شاء الله بيبقى اتكلم عن الانرجي. هنحل كده مع بعض على الشيت إن شاء الله كده مع بعض. أول سؤال في رايت ساينتفك تيرم. أول سؤال هنحل كل الأسئلة رايت ساينتفك تيرم على يونت 1 كله إن شاء الله. نمبر 1 بيقول لي the light energies that can be seen. احنا قلنا اللايت انرجي ذات كان بي سين، يعني اللايت انرجي اقدر ان انا اشوفه. احنا قلنا اسمه ايه؟ كان اسمه فيزيبل سبيكترم. كان اسمه فيزيبل سبيكترم. طيب يبقى نمبر 1 اللي هو فيزيبل سبيكترم. نمبر 2 ذا مين سورس اوف لايت اون ايرث. ايه هو المصدر الرئيسي او المصدر الاساسي لللايت اون ايرث؟ احنا قلنا مين سورس اوف لايت اون ايرث، قلنا على طول ايه؟ ذا سن. يبقى ذا سن مين سورس اوف لايت اون ايرث. طيب نمبر 3 The darkened area formed behind an object once light falls on it. مين ال darkened area؟ اهو انا عندي فيه darkened area formed امتى؟ كونت امتى؟ behind an object once light falls on it. او which formed is which formed when light falls on an opaque object. قلنا مين؟ shadow. قلنا shadow هو darkened area. طب number 4 The materials which allow some light to pass through and we see object through it less clearly. احنا قلنا مين الماتيريال اللي بتسمح allow some light، بتسمح allow some light، وقلنا we see object through it less clearly. مين بنشوف الماتيريال ايه؟ things less clearly. يبقى نوع الماتيريال ده مين؟ يبقى semi transparent material او translucent material. ده كده بالنسبه لنمبر 4، يعني هو translucent او semi transparent material تسمح allow some light. طب نمبر 5 the material which light can't transmit. مين الماتيريال اللي بتخلي اللايت كانت ترانسميت؟ يعني ايه كانت ترانسميت؟ يعني ما تقدرش تعمل ترافل ثرو، ما تقدرش تعمل باس، ما تسمحش ان هي تستقبل اللايت عموما. مين الماتيريال ده؟ هل هو ترانسبيرنت ولا سيمي ترانسبيرنت ولا الاوبيك؟ اكيد شولي اوبيك ماتيريال. ده كده بالنسبه لنمبر 5. طيب ده كده بالنسبه لنمبر 5 يبقى اوبيك ماتيريال. طيب نمبر 6 the material which you can see object clearly behind in full and in full details. مين الماتيريال اللي انا اقدر اشوف الاوبجكت كليري بيهايند، اشوفها كليري وفول ديتيلز، اشوفها كامله عموما؟ اكيد الترانسبيرنت ماتيريال. يبقى نمبر 6 ترانسبيرنت ماتيريال، نمبر 5 opaque material. طب نمبر 7 the materials that doesn't allow light to travel through and objects can't be seen through. مين الماتيريال اللي ما تسمحش doesn't allow light to travel and object cannot be seen، ما اقدر اشوفها خالص؟ يبقى اكيد مين؟ الاوبيك ماتيريال. ده كده نمبر 5 نمبر 7. طيب نمبر 8 وده بقى الجزء المهم بقى. نمبر 8 بيقول لي the reflection of light on a rough surface where the light rays are reflected and scattered in different direction. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى اصح ان عندي reflection of light سقطت على rough surface. مبدئيا كده قبل ما نتكلم، احنا اتكلمنا عن reflection قبل كده، قلنا ان هو pulsing of light rays when light falls on a reflecting surface. طيب يعني ده reflection. طيب انا عندي في two types of reflection، في عندي regular و irregular. الريجولار بقى ايه الفرق؟ ايه اللي خلانا يعني ايه ريجولار يعني ايه ريجولار؟ ريجولار ريفليكشن امتى بيحصل الكلام ده؟ لما يكون عند اللايت فولز اون ا شايني اور شايني او سموث سيرفيس، يعني زي مين؟ زي الفليم ميرور. طب ايه بقى؟ طب الريفليكشن الريجولار ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى ترافل ان وان دايركشن. تبقى اتجاهها يعني الريفليكتد لايت راي ده هيبقى اتجاهها في one direction، يعني مش اتجاهها عشوائي مثلا، لا اتجاهها واحد. وبالتالي اقدر اشوف شكل قدام الميرور شكل واضح. يبقى ده نوع reflection ايه؟ regular. طيب الريجولار بقى يعني انعكاس مش منتظم خالص. يعني ايه الكلام ده؟ ايه السبب؟ لما يكون ان اللايت فولز اون ا شايني ولا سموث؟ هو لا شايني ولا سموث؟ ما هو لا، ده لايت فولز اون ايه؟
on rough surface. يعني ايه rough surface؟ يعني سطح خشن مش املس مش ناعم، يعني في تعرجات كده زي المطب كده، تمام؟ يبقى ده rough surface. فبالتالي الريفليكشن او الريجولار ريفليكشن ده اتجاهه هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى one direction ولا different direction؟ هيبقى اكيد different direction. يبقى نوع الريفليكشن اوف لايت لما بيقول لي on a rough surface when light rays reflect and scatter in different direction، يبقى نوع الريفليكشن ده ايه؟ regular ولا irregular؟ هيبقى اكيد ايه؟ irregular. برافو، irregular reflection of light. يبقى irregular reflection of light. طيب ده كده بالنسبة number 8. طب number 9 بيقول لي the reflection of light rays when they fall on a mirror. يعني ايه؟ ايه نوع الريفليكشن اوف لايت لما بتسقط على ايه؟ when they fall on a mirror. طب هو الميرور دامس، هل ده نوع السيرفس بتاعه ايه؟ شايني ولا رف؟ اكيد ده اكيد شايني. شايني او سموث سيرفس، سطح ناعم، فبالدليل ان انا بشوف شكل كويس كليري. يبقى ده ايه؟ نوع الريفليكشن ريجولار ولا ريجولار؟ ريجولار يا مس. تمام، ريفليكشن اوف لايت. طيب نمبر 10 reflection of light on the surface of white paper in different direction. عايز اعرف نوع الريفليكشن للسطح اللي قدامي سقطت على ايه؟ سقطت على white paper، وكمان بيقول لي in different direction، كمان اتجاهاتها بقت different direction. يبقى نوع الريفليكشن ده ايه؟ regular ولا irregular؟ اكيد شور دي irregular، ده سطح اصلا يعني سطح اسمه سطح رف. reflection of light. طيب number 11 the pulsing of light rays when light falls on a surface. احنا قلنا التعريف ده ايه؟ لما اقول pulsing او turning back of light rays when light falls on a reflecting surface يبقى ده اسمه ايه؟ اكيد light reflection. يبقى ده تعريف light reflection، هو pulsing of light rays when light falls on a reflecting surface. طب number 2 the turning back of light rays when they fall on a smooth and shiny surface. يبقى نوع الريفليكشن ده ايه؟ يبقى ده كلمنا، يبقى انا عارف ان هو ريفليكشن، يبقى النوع بالريفليكشن ايه؟ هل ريجولار ولا irregular؟ ما دام قال لي سموث اند شاين سيرفيس، يعني انا لو قريت السؤال كويس بيقول لي ذا ريتيرنينج باك اوف لايت ريز، خلاص يبقى انا عرفت يا مستر ده ايه؟ ده لايت ريفليكشن. طب انا هكتب كده؟ لا، ده احنا كمان بقيت السؤال بيقول لي وين ذي فول اون ا سموث اند شاين سيرفيس، لازم ابص في السؤال كويس. يبقى ده وقفت لحد كده، يبقى انا مش هكتب لايت ريفليكشن وبس، لا ده انا هكتب ايه؟ ده ريجولار. يبقى ريجولار ريفليكشن اوف لايت، يبقى ريجولار ريفليكشن اوف لايت. بالنسبه لمين؟ للريجولار والريجولار اللي اتكلمنا عنه. طيب نمبر 13 the change in the direction of light rays when the path through the separating surface between two transparent media. يعني ايه؟ انا لو عندي اهو عندي two transparent media. طيب التو ترانسبيرنت ميديا دول احنا اتكلمنا عن الترانسبيرنت ميديا اللي هم مين؟ اتكلمنا على الامثله بتاعتها زي الاير والووتر. طيب انا لو عندي سطح فاصل separating surface بيفصل لي ما بين الاير والووتر او بيفصل لي ما بين التو ترانسبيرنت ميديا، طيب ايه اللي بيحصل؟ اللايت اوريدي بيحصل له ريفراكتس او بيحصل له ابيرس بروكن. ما دام ابيرس بروكن او ريفراكتس يعني ايه؟ يعني ازاي؟ ايه السبب؟ بسبب ان في اختلاف ما بين التو سبيدز، اختلاف ما بين السرعتين، سرعه اللايت سبيد اوف لايت ان اير واختلافها بين السبيد اوف لايت ان ووتر. طب مين الاسرع؟ مين الفاستر؟ سبيد اوف لايت ان اير ولا ان ووتر؟ اكيد ان اير فاستر ذان، يبقى سبيد اوف لايت ان اير فاستر ذان سبيد اوف لايت ان ووتر. ده في اختلاف، يبقى فبالتالي هيحصل ايه؟ في اختلاف في التو ميديا، في اختلاف في الوسطين، فبالتالي ان اللايت اوريدي هيحصل ريفراكت. تمام، يبقى اسم، يبقى التعريف لما بيقول ذا تشينج ان دايركشن اوف لايت، يبقى في ده معناه ان في تغير في اتجاهات اللايت. When the path through the separating surface between two transparent media, يبقى ده اسمه ايه؟ light refraction. يا ميس number 14 the separation of white light into seven colors. مين اللي بيعمل separation of white light يديني seven colors؟ احنا قلنا مين؟ اكيد separation of white light اتكلمنا عنها، يبقى مين؟ يبقى اسمه ايه؟ light separation. ده تعريف light separation. Number 15. Seven colors are produced as a result of splitting the white light or separating the white light. Seven colors دول اسمهم ايه على بعضهم؟ اللي كانوا اللي بسميهم ايه؟ بسميهم spectrum colors. اتكلمنا عنهم قبل كده، يبقى spectrum colors. طيب number 16. بيقول لي red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet.
يعني انا عندي حوالي كم colors قدامي؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. طب ال 7 colors دول بسميهم ايه؟ نفس الكلام spectrum colors او 7 spectrum colors، يبقى دول 7 spectrum colors. ده بالنسبه لنمبر 16. طب نمبر 17، a beautiful phenomenon occurs in the sky after raining during a sunny day. A beautiful phenomenon يعني ظاهرة طبيعية، حدثت فين؟ occurs in the sky after raining. يبقى ال beautiful phenomena دي، ده اللي ظهرت في السكاي after raining بسمي اسمها ايه؟ rainbow. فالرينبو ده بيكون لي 7 سبيكتر اوف كلرز، يبقى ده بتكلم عن مين؟ عن الرينبو. طب نمبر 18، a tool او device او asset عبارة عن tool قدامي او device او جهاز عموما. a tool that is used for separating the white light into 7 colors. مين التول بيعمل separating the white light into 7 colors؟ يبقى كلمنا مين؟ ده في لو انا عامله عملي بقى وعايزه اشوف الرينبو كل يوم او اشوف ال 7 colors عموما، بستخدم ايه؟ الجلاس بريزم او تريانجل جلاس بريزم. ممكن اكتب الجلاس بريزم، اهم حاجه كلمه بريزم. طيب نمبر 19، a type of energy that travel in straight lines. يعني ايه الكلام ده؟ ما دام انا حددت type of energy يبقى عندي، يبقى يميس عندي energy، في عندي كتير او many types of energy. طب ايه هما types of energy يا ميسي تاني كده؟ انا عندي كتير، في عندي light energy، في عندي sound، في عندي الميكانيكال، في عندي kinetic، في عندي potential، في عندي magnetic energy، كل دول energy. طيب انا حددت دلوقتي يا ميسي ويقول لي a type of energy. طيب انا ما اعرفش انهي energy، فانا هكتب انهي مين وانا مش عارفه. بيقول لي that travels in straight line. مين النوع من ال type يعمل travels in straight line؟ يبقى اكيد light energy، يبقى هو light energy. تمام، ده بالنسبه لنمبر 19. طب نمبر 20، the seven colors of light with sunlight is made up of. مين ال 7 colors دول؟ جت من which sunlight is made up of. قلنا اكيد 7 spectrum colors. السؤال بيتكرر تاني. طيب 21، the light which is produced by mixing 7 spectrum colors. مين اللايت اللي هيديني produced by لما عملت mixing 7 spectrum colors؟ لو انا عملت mixing مع بعض هيديني مين؟ هيديني ال white light. ده بالنسبة لـ 21. طيب يبقى لو عملت ميكس بين في 7 colors هيديني white. طب 22، the light that impossible to be produced by mixing two of the other light colors. مين اللايت الـ impossible؟ impossible يعني مستحيلة، مستحيلة يعمل produced by mixing two other lights، يعني ألوان ربنا سبحانه وتعالى خلت الألوان دي. طب هما مين الـ colors دول عشان أعرف هما مين؟ أنا عندي في 3 لازم أعرفهم، في عندي red وblue وgreen. دول الثري كولرز اللي يعني اللي ما جوش من ميكس الوان ثانيه، يعني الالوان دي ربنا خلق لهم كده، تمام؟ اللي هو الريد والبلو والجرين. طيب بسميهم ايه الثلاثه دول؟ بنسميهم برايمري لايت كولرز، الوان اللي هو البرايمري، يبقى برايمري لايت كولرز. يبقى ده نمبر 22. طب ده بالنسبه للسؤال ده. طب 23، نخش بقى على ليسون 2. طيب the material that absorbs all light colors and permits its own color to pass. يعني انا عندي material قدامي، تمام؟ بيقول لي that absorbs all light colors، ادي واحد، وبيقول لي and permits its own color to pass، يعني بتسمح ان بيخرج لي لون واحد فقط only to pass او to travel او to transmit. يبقى نوع الماتيريال ده ايه؟ يبقى transparent او semi transparent، يبقى colored transparent material. طب يا ميس ايه ملخص الحوار بالظبط في الدرس ده؟ انا عندي فيه الماتيريال كتير، عندي ترانسبيرنت وعندي اوبيك، تمام؟ نمسك الترانسبيرنت، الترانسبيرنت او كولرد ترانسبيرنت او سيمي ترانسبيرنت، سواء ترانسبيرنت او سيمي ترانسبيرنت او ترانسلوس لوحدها، تمام؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا اول حاجه ابزورب اون لايت كولرز، تمام؟ طب بعد ما يعمل ابزورب اون لايت كولر هيحصل ايه؟ هيعمل بريمت، هيسمح لي انه يخرج لي لون واحد يعمل ترافل ثرو، فبالتالي انا هشوف اللون اللي قدامي ده جرين، او هشوف اللي قدامي ده، او يعني هشوف البوتل او الويندو مثلا جرين او بلو على حسب بقى اللي قدامي. يبقى ده بالنسبه للكالر ترانسبيرنت او كالر سيمي ترانسبيرنت ماتيريال. طيب لو انا عندي اوبيك، انا عندي الاوبيك ثلاث حاجات، في عندي وايت وبلاك وكالر. الوايت بيعمل، ما دام انا عندي وايت لايت عمل فولز اون وايت سيرفيس او وايت اوبيك، خلاص اوريدي هيعمل ريفلكت. الاوبيك عموما بيعمل ريفلكت، بس انا لو عندي وايت اوبيك هيعمل ريفلكت اول كالرز، يعني مش هعمل ابزورب، لا هيعمل ريفلكت على طول، يعني هو كريم هيعمل ريفلكت اول كالرز. انما بقى بالنسبه للبلاك اوبيك، البلاك اوبيك ده بقى لون مختلف تماما عن بقيه السب سبيكترم كولرز، فهو هيعمل ايه؟ بمجرد وين الوايت لايت فولز اون ا بلاك اوبيك هيحصل ايه؟ ان بلاك اوبيك ده هيعمل ايه؟ هيعمل ابزورب الاول لايت كولرز بس، ومش هيعمل ريفلكت.
and don't reflect. يبقى يعمل اول حاجه absorb all light color بالنسبه للبلاك، فمش هيعمل reflect، هياخد كل حاجه. طيب انما الكالر تو اوبيك هيعمل absorb all light color، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل reflect. طب هيعمل reflect all colors ولا reflect only color؟ لا reflect only color، على حسب بقى الشيء اللي قدامي. زي البنانه، يعني البنانه يونها الكالر بتاعها يلو، تمام؟ يبقى هيعمل absorb all spectrum colors، وهيعمل بعد كده ايه؟ ما هو color، يبقى هيعمل absorb ولا absorb، وبعد كده هيعمل reflect ايه؟ all colors ولا only color؟ يبقى reflect only color اللي هو اللون مين؟ اللي هو اللون اليلو، يبقى reflect only yellow color. ده كده بالنسبة لل colored opaque. طيب فأنا عندي في 24 the materials that absorb all light color and reflect its own color. مين الماتيريال بيعمل absorb all light color وبيعمل reflect اللون الواحد؟ يبقى colored opaque material، لازم أحدد. يبقى هو colored opaque material. طب 25، طب لو material قدامي بيقول لي absorb all light colors بس، when the white light falls in it، ما قاليش حتى أي حاجة، لا قال لي reflect ولا أي حاجة، وعمل absorb all light colors، يبقى مين؟ يبقى هو ال black opaque material. طيب 26، لو material قدامي ذات reflect all colors، عمل reflect لكل colors تلقائيا كده already، يبقى يعمل ايه؟ يبقى ده كريم، يبقى ال white opaque، يبقى white opaque material. يبقى انا لازم بالنسبه للاوبيك لازم احدد، ما هو اما كولرد يا اما بلاك يا اما وايت، على حسب السؤال. لو كولرد يبقى ابزورب وريفلكت اونلي كولر، لو بلاك يبقى ابزورب اول كولرز بس اند دونت ريفلكت، انما لو وايت اوبيك ماتيريال هيعمل ريفلكت اول كولرز. ده بالنسبه للجزء ده. طيب انما لو ترانسبيرنت او كولرد ترانسبيرنت او كولرد سيمي ترانسبيرنت، يبقى ابزورب اند سيمي او باس او allows its own color to pass او to transmit او to travel. 27، the light we get by mixing two of the primary colors light. انا عندي اللايت عمل لايت قدامي، تمام؟ we get by mixing، عملت ميكس بين two من البرايمري كولرز. اتكلمنا عن البرايمري كولرز هو الريد والبلو والجرين. لو انا عملت ميكسنج مثلا ما بين الريد والبلو او الريد والجرين او الجرين والبلو عموما، هيديني لون جديد. اللون الجديد ده بقى اسمه بسميها سكندري لايت كولرز. طب هما مين يا ميس السكندري لايت كولرز؟ زي مين؟ زي اليلو والسيان وال الماجنتا او البيربل ماجنتا، تمام؟ يبقى دول، يبقى هما دول بسميهم ايه؟ secondary light colors. طب هما جم ازاي؟ جم by mixing two of the primary colors light. يعني الماجنتا اللي قدامي ده اللي هو secondary، جه ما بين الريد والبلو، يبقى الماجنتا ده secondary light colors. يبقى 27، the light we get mixing two of primary colors light، يبقى ده secondary light، secondary colors light. طيب في 28، انا عندي ريد وجرين وبلو، وفي 29 بيقول لي ريد لايت بلس جرين لايت بلس بلو لايت. طب الفرق ما بين السؤالين دول فرق علامه واحده بس، فرق ان انا بقول اند، وفرق ان انا بقول بلس. في 28 لما بيقول لي ريد جرين اند بلو، يبقى دول تبع مين؟ يبقى دول تبع البرايمري لايت كولرز، احنا قلناهم. طب لما بيقول لي 29 ريد لايت بلس جرين لايت بلس بلو لايت، يعني ايه الكلام ده؟ لو يعني يقصد بلس ده عملت ميكس، جمعت يبقى عملت جمعتهم مع بعض او عملت ميكس مع بعض، فهيدوني ايه الثري كولرز لايت دول مع بعض؟ اكيد هيديني وايت لايت، يبقى هما هيديني وايت لايت. انما 28 هنا كنت هقول برايمري لايت كولرز، في 29 يبقى وايت لايت. طيب 30، the light we get by mixing blue, green and red light. مين اللايت اللي بيعمل ميكسينج؟ نفس السؤال على فكره بس بطريقه ثانيه، يعني بيقول لي the light we get by mixing blue, green and red، يبقى مين ده بقى اللايت اللي هيديني؟ يبقى وايت لايت. يبقى 29 و 30 نفس الاجابه، وايت لايت. 31، يلو بيربل بلو، دول تبع مين؟ سكندري لايت كولرز، اكيد يبقى سكندري لايت كولرز. طيب ليسون 3 بقى، 32، ذا ماتيريالز ذات جيت اتراكتد تو ذا ماجنت. مين الماتيريال بيعمل اتراكتد تو ذا ماجنت؟ بس مين الماتيريالز دول؟ لما بيعمل اتراكتد تو ذا ماجنت بسميها ايه؟ magnetic materials. طب هما مين الماجنتيك ماتيريالز دول يا ميس؟ هما زي مين؟ زي الايرون، النيكل، الكوبالت، الستيل. دول الاربعه دول هما بس اللي بيعملوا اتراكتد تو ذا ماجنت، عشان كده انا بسميهم magnetic material، عشان كده انا بسميهم magnetic material. ايه يا ميس؟ طيب السؤال اللي بعده، black rock of iron ores are known as magnetite. ما انت كده حضرتك يا ميسي كتبت الاجابه، حضرتك قلت الاجابه ان البلاك روك اوف ايرون اورز ده ماجنتايت. ماشي، انا بس عايز اعرف هما دول
هو اصل السؤال ايه types of the magnet، لان احنا اتكلمنا على types of magnet، في عندي natural magnet وعند artificial magnet. الناتشورال ماجنت اللي هو عباره عن بلاك روك اوف ايرون اورز، فكنت بسميه ماجنتايت، فبالتالي انا هقول على نوع الماجنت اللي قدامي ده ناتشورال ماجنت. انما الارتفيشال اللي هو عملها المان عموما او الانسان، بيبقى عمل ايه، عمل حاجات كتير بقى، شيبس وسايز، ديفرنت شيبس اند سايزز، يعني كتير قوي. في عندي بار ماجنت، ماجنتيك نيدل، هورشو ماجنت، اليو شيبد ماجنت، الرينج ماجنت، تمام، كل دول ارتفيشال. انما دلوقتي بتكلم عن بلاك روك اوف ايرون، يبقى اوريدي انا عارفه ان هو ماجنتايت، بس هو بيقول لي يعني بالاجابه على طول، فانا هقول هي ناتشورال ماجنت. طب 34، طب عندي ماتيريال ار نوت اتراكتد تو ذا ماجنت، يبقى اسميها ايه؟ هل ده اقولها ماجنتيك ماتيريال؟ ما دام انا قلت نوت اتراكتد يبقى اكيد مش هقول ماجنتيك، يبقى هقول ايه؟ نون ماجنتيك ماتيريال. ده بالنسبه ل 34. طيب ان اريا اوف ذا ماجنت 35، ان اريا اوف ذا ماجنت وير ذا ماجنتيك فورس از موست باورفول. انا عندي ماجنت قدامي، تمام، الماجنت ده مثلا عندي بار ماجنت، ما البار ماجنت فيه عندي النورث ساوث، نورث بول وساوث بول. طب الاثنين دول يعني عندي تو بولز، طيب التو بولز دول انا عايز اعرف البار ماجنت لوحدها مين بقى اللي عباره عن مكان، وير ذا ماجنتيك فورس از موست باورفول، مين اللي عنده ان القوه الماجنتيك فورس ده بتكون قويه في انهي ناحيه الماجنت. يبقى اكيد لما جربنا عملنا الاتراكت للماجنت، يبقى هو مين؟ هو تو بولز اوف ماجنت او الماجنتيك بولز. يبقى هنا هقول magnetic pools أو two pools of magnet. Number 36. The two end of the magnet where the magnetic force is most powerful. نفس الكلام. نفس السؤال. ما دام أنا قلت magnetic force is most powerful وحددت two end of the magnet، يبقى أنا هقول برضو magnetic pools أو two pools، هنوع بقى two pools of magnet. The space around a magnet in which the magnetic force appears means space فراغ حوالين الماجنت اللي بيبين لي الماجنتيك فورس، which the magnetic force appears، يبقى هو magnetic field. ده الماجنتيك فيه، في فرق لما اقول magnetic field ولما اقول magnetic force، ولما اقول magnetic force في فرق. يبقى magnetic field عباره عن space around the magnet بيبين لي الماجنتيك فورس، بيبين لي magnetic force عموما بيظهر لي. طيب 38، the ability of the magnet to attract the magnetic material. مين اللي عنده الـ ability، القدرة كده، قدرة الماجنت اللي يعمل attract الـ magnetic materials؟ بسميها ايه؟ بسميها magnetic force أو magnetism. تمام؟ ده قوة، مع ability يعني قدرة، يبقى force، يبقى magnetic force، ما دام أنا قلت ability of the magnet. طب 39، the pole of the magnet which point to the south direction. مين pole of magnet؟ أنا عندي الماجنت في عندي two poles، في عندي north والsouth. طيب انا ما اعرفش السؤال ده يقصد مين، طب نكمل. بيقول ذا بول اوف ذا ماجنت ويتش بوينت تو ذا ساوث دايركشن، مين البول اللي بيشير بوينت تو ذا ساوث، بيشير اتجاه الساوث دايركشن، يبقى اسمه ايه؟ اكيد ساوث بول، يعني مفيش حاجه صعبه. طيب ذا 40، ذا بول اوف ذا ماجنت، طيب انا مش عارف هل هو نورث ولا ساوث، هنكمل بقيه السؤال. ذات اتراكت ويز ذا نورث بول اوف انذر ماجنت، عمل اتراكت للنورث بول from another magnet. مين بيعمل attract للنورث بول from another magnet؟ يبقى اكيد الساوث بول، احنا اتكلمنا، احنا قلنا قبل كده لو انا عندي alike magnet، alike magnet او different magnet هيعمل ايه؟ هيعمل attract. طيب انما لو عندي like magnet او similar magnet هيعمل ايه؟ هيعمل ripple، يعمل ripple. ما دام يعني لو عندي north ونورث هيعمل attract ولا ripple؟ لا ripple. طب south وساوث هيعمل ريبل. طب نورث وساوث هيعمل اتراكت، ساوث ونورث هيعمل اتراكت برضه، تمام. طيب ده كده بالنسبه ل 40، يبقى بول اوف ذا ماجنت يعمل اتراكت للنورث بول اوف انذر ماجنت، يبقى ساوث بول. طب 41، بول اوف ذا ماجنت بيعمل ريبلز، ما دام انا قلت ريبلز ذا ساوث بول اوف انذر ماجنت، مين هيعمل ريبل للساوث بول؟ يبقى حاجه زيها، يبقى لايك، يبقى ساوث بول. ده بالنسبه ل 41. طب 42، A set is used to locate the mean for geographic direction. مين الجهاز أو device اللي بيحدد لي for direction؟ اتكلمنا عنها اللي هو الكمبس. طب هو الكمبس يا ميس عبارة عن إيه؟ هو عبارة أصلاً عن small light magnetic needle يعمل spin freely around the fixed axis. يبقى هو عبارة كمبس عبارة عن magnet، بس هل هو magnet bar ولا ring ولا U shape؟ لا، ده magnetic needle. تمام، بيعمل إيه؟ بيعمل spin بيلف around fixed axis، بيلف حوالين المركز بتاعه. فبيقول لي 43، an object that consists of small light magnetic needle that can spin freely around the fixed axis.
يبقى مين ده بقى؟ نفس الكلام الكومبس. يبقى الكومبس هما حاجتين نعرف اللي هو الستراكشر بتاعه ان هو عباره عن ماجنتيك نيدل كان سبين فري اراوند فيكس الاكسس. طب ايه الفانكشن بتاعه؟ بيعمل ايه؟ لوكيت او تو ايدنتيفايز ان ذا فور مين دايركشنز اللي هو الاتجاهات الاربعه اللي احنا عارفين نورث ساوث ايست ويست. طيب 44 natural magnet which is one of iron ores. ما دام انا حددت natural magnet عباره عن which one of iron ores يبقى ده magnetite وقلناها. طيب نخش على اهم سؤالين من lesson 4 اللي هو electricity and magnets. بيقول لي a device used to change. used to change ايه بقى؟ electric energy into magnetic energy. مين ال device اللي عندي بيحول من electric ل magnetic energy؟ يبقى قلنا هو electromagnet. ده الكترومان هو بيحول من الكتريك لماجنتيك. وقلنا الاستراكشر بتاعه كان بيتكون من باتري وقلنا كبر كويل وقلنا ايرون بار. الثلاثه دول اقدر ان انا اشتغل فيهم ايه بالالكترومان وبس. وبيستخدموها في الفاكتوريز ده خاصه في كرينز في الديفايسز زي الالكتريك بيل تلفزيون ديسك درايف الكتريك ميكسر كل ده تبع الكترومان. طب 46 اسيد از يوزد تو تشينج ميكانيكال انرجي او كاينتيك انرجي انتو الكتريك انرجي. يبقى مين ده بقى؟ يبقى الداينامو او الالكتريك جنريتور. ده صح وده صح. يبقى الداينامو بيعمل لي ايه؟ بيحول الميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي. تمام؟ ده كده بالنسبه للداينامو. واستخدمها في عندي سمول داينامو والهيوج داينامو. الهيوج داينامو تمام. الهيوج داينامو الهيوج داينامو عندي في اللي بيبقى موجوده في الفاكتس بيستخدموها في الكتريك باور ستيشن اللي بيستخدموها في used in lighting في تعميد الإنارة عموما lamp posts. وبيستخدموها في مصانع تانية كتير في توليد الإلكتريستي كتيرة جدا زي النيوكلير محطة الكهرباء النووية الويند إلكتريك بتاعت المراوح الهوائية وفي بتاعت الثيرمال فيول. ده كده بالنسبة للدينامو. ده بالنسبة للهيوج دينامو. إنما لو عندي سمول دينامو تبقى موجودة في البايك أو البيسايكل. البيسايكل ده سمول دينامو ده يبقى أكيد هيولد لي سمول إلكتريستي. إنما الهيوج دينامو هيولد لي large amount of electricity. طب السمول دينامو ده بتبقى موجوده في البيسايكل. طب فين بالظبط تحديدا؟ بيبقى تاتشت ا ويل تاير بتبقى ملامسه للكاوتش بتاع العجله. ده بالنسبه للسمول دينامو. طب انا بستخدمها ليه؟ يعني ما في ناس مش بتستخدم البايك في مش بتستخدم الدينامو في البايك. في ناس بتستخدمها علشان تنور اللامب مع يعني ناس بتركب لامب فتضطر ان هي تركب سمول دينامو عشان ينور اللامب فبالتالي هيولد لي الكتريستي فبالتالي ان اللامب هيحصل لها البلب او اللايت بلب ده هتنور. تمام؟ بس سمول بقى اماونت اوف الكتريستي تنور حاجه بحاجه بسيطه. تمام؟ ده كده بالنسبه للدينامو او الكتريك جنريتور بيحول لي ايه؟ طب يا ميس بيحول لي ازاي؟ كاينتيك انرجي يعني حركه الماجنت او روتيشن اوف ماجنت اللي في الدينامو. طول ما الماجنت بيتحرك ده معناه ايه؟ ان بيحول لي كاينتيك انرجي يعني حركه. فيديني حركه الحركه الماجنت دي يعني ميكانيكال او كاينتيك انرجي. هيديني ايه بقى في الاخر؟ انتو الكتريكال انرجي. ده مين ده بقى؟ ده الداينامو او الالكتريك جنريتور. كده احنا خلصنا كده مع بعض ايه الرايت ساينتفك تيرم لليونت 1 كله. المره الجايه هنحل على نكمل بقيه الشيت مع بعض وان شاء الله اشوفكم على خير. تمام يلا باي باي.